أيها الإخوة والأخوات، دعونا نستمع لكلمة الأمانة العامة لمنصة أريد التي تتابع في كل يوم وفي كل مناسبة من أجل الارتقاء بهذه المنصة. ف8 سنوات هي 8 سنوات من العطاء، 8 سنوات من الإنجاز، 8 سنوات من التقدم، 8 سنوات من الزيادة في عدد الأعضاء وفي المشاركات العلمية وفي توقيع الاتفاقيات. دعونا نستضيف في هذه اللحظات سعادة الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله السويدي ليلقي علينا كلمة الأمانة العامة لمنصة أريد، فليتفضل مشكورا مسبوقا بالترحيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، السيدات والسادة الأفاضل من العلماء والباحثين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني أن ألقاكم اليوم لنحتفل سوية بالذكرى السنوية 8 لتأسيس منصة أريد العلمية الدولية التي انطلقت من جامعة ملايا في مدينة كوالالمبور في المملكة الماليزية، وتماما في 25 نيسان أبريل من عام 2016، والتي بدأت بعدد قليل من الأعضاء لا يتجاوز عددهم المئات، حتى نمت وترعرعت وأصبحت ملتقى لأكثر من 118,000 عالم وباحث وخبير، ونجحت في خدمة الباحثين الناطقين بالعربية في كافة أرجاء العالم. لقد بدأت منصة أريد كفكرة متواضعة، وتحولت اليوم إلى كتلة علمية عملاقة، واستقطبت عدد من الجامعات العربية والإسلامية، ووصل عدد الاتفاقيات التي أبرمت مع أكثر من 90 جامعة حول العالم، ووفرت هذه المنصة العديد من الأدوات والخدمات التي تسهل مسيرة البحث العلمي والتواصل بين العلماء والمشتغلين في حقل العلوم والبحث العلمي. وأنا اليوم أتذكر لحظات حفل الإعلان عن افتتاح المنصة بكل فخر واعتزاز قبل 8 سنوات، وأتذكر كلمتي التي أكدت فيها بأن منصة أريد لها أن تكون جسراً للتواصل وتبادل المعرفة لتخدم أمتنا العربية وتبرز جهود علمائنا للعالم، وتحثنا على مواكبة التطور العلمي الحديث كما كنا رواداً له في الماضي، لكي نظل رائدين في كل المجالات الآن وفي المستقبل. واليوم وفي هذا الحفل المبارك نحتفل بما أنجزته منصة أريد من نشر للبحث العلمي ومنح براءات الاختراع وإنشاء نظام المجلات العلمية وعقد المحافل الدولية والندوات التعليمية والتربوية ودعوة الشخصيات ذات الخبرة الدولية لإلقاء المحاضرات العلمية وإطلاق المبادرات التشجيعية. وقامت المنصة بأنشطة عديدة لتشجيع البحث العلمي ومواكبة العلوم بكافة فروعه، فمنحت الأوسمة لأعضائها المتميزين لما قدموه
من مبادرات علمية وبحثية في مجالات عدة، وأقامت المسابقات العلمية التي تحفز المتابعة العلمية لكل مستحدث في مجال العلم والمعرفة. ونتطلع اليوم وفي الذكرى الثامنة لانطلاق المنصة للمزيد من التقدم والازدهار، وأن يكون هدف أعضاء الاتحاد والتعاون من أجل أن تكون أمتنا في طليعة الأمم في مجال العلوم والمعرفة. وفي الختام، مبارك لنا جميعا هذا الإنجاز، ونسأل الله المزيد من النجاح والتوفيق، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور يوسف السويدي على كلمة الأمانة العامة لمنصة أريد.